بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على خير خلق الله محمد بن عبد الله وآله وصحبه ومن والاه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم في حلقة جديدة من سلسلة سنوات كمبيوتر برعاية موقع تعلموا، محدثكم إبراهيم عبد الحميد. النهاردة هنتكلم عن موضوع مهم جدا وحلقة مهمة جدا، عنوانها يعني إيه داونلود، وبنشرح من خلالها برنامج الإنترنت داونلود مانجر. الانترنت داونلود مانجر هو اشهر برامج التحميل او اشهر برامج الداونلود، احنا بنترجمه تحميل او تنزيل الملفات، وبمعنى انك تخليها وهي موجوده من على النت ومش موجوده على جهازك تبقى على جهازك، يعني انك تاخد منها نسخه من على النت تحطها على جهازك. فدي فكره الداونلود. برنامج الانترنت داونلود مانجر بيستخدم تقنيه قويه جدا في الموضوع ده، وبيعمل ادي الموضوع ده بكفاءه عاليه جدا. اول سؤال بنطرحه هو ازاي نحصل على البرنامج. بنقول بنكتب على جوجل اي دي ام انترنت داونلود مانجر، بيطلع لنا في اول نتيجه بنفتح موقع الرئيسي للشركه، بنختار الصفحه بتاعه الداونلود، بنحمل البرنامج من هنا، بيتحمل معانا بكل سهوله. دي نسخة تجريبية لمدة 30 يوم. البديل بتاعها انك تسجل البرنامج، انك تسجل اسمك وتسجل بياناتك في البرنامج، بس ده هيكلفك $30 حسب الموقع، موقع الشركة. خلاص، طبعا احنا هنلاقي البرنامج على المنتديات العربية وهنلاقيه في كل حتة موجود، بس احنا قلنا المصدر الرئيسي وده النهج اللي احنا هنمشي في السلسلة بتاعتنا، ان احنا هنتكلم على البرنامج اللي جاي من قلب موقع الشركة، على البرنامج اللي جاي من قلب موقع الشركة. البرامج التانية اللي موجودة على المنتديات العربية ممكن تحمل من عليها برضه، مفيش مشكلة، ومش هتلاقي ايه اختلاف غير التعديلات. لو الموقع ده بيجري تعديلات في برمجة البرنامج هتلاقي بعض التعديلات على البرنامج. تاني حاجة، ازاي نسطب البرنامج؟ يبقى أول سؤال أجبنا عليه هو ازاي نحصل على البرنامج. قلنا أي برنامج في الدنيا بعوزه بكتب اسمه بالظبط على جوجل، بيطلع لي غالبا أول نتيجة، ممكن ما يطلعش اول نتيجه، ممكن يطلع بعد كده شويه. خلاص، ده بعوزه بكتبه على جوجل. تاني بديل ان انا اكتب على جوجل كلمه داونلود، كلمه داونلود نفسها هيطلع لي موقع داونلود، موقع داونلود اهو انا فاتحه اهو، ده موقع داونلود، ده اكتر موقع في الدنيا على برامج، يعني مش اكتر موقع في الدنيا، يعني قصدي موقع متخصص في موضوع الداونلود، فهو يعني خدمه اساسيه من خدماته ان هو يعمل لي، يوفر لك برامج للويندوز والماكنتوش والموبايل والويب وير. الماكنتوش ده جهاز عامل زي جهاز الكمبيوتر بتاع حضرتك كده، بس جهاز الكمبيوتر بتاعك اسمه بي سي، بتاع حضرتك اسمه بي سي، انما الماكنتوش جهاز ايه تاني بامكانيات ونظم مختلفه، ما بيستخدموش انسان عادي، غالبا بيستخدموا الناس اللي بتعمل في الجرافيكس والمونتاج والاعلان والدعايه، الناس اللي زي ديت اللي فيها اللي بيتعاملوا مع الصور ومع الفيديوهات ومع الحاجات المتقدمه قوي ديت، انما المستخدم العادي ما بيحتاجش ان هو يستخدم الماكنتوش، او غالب المستخدمين العاديين ما بيستخدموش الماكنتوش، انما انت لو استخدمته هتستخدمه عادي زيه زي الويندوز، يعني ما فيهوش مشكله. الجهاز نفسه اسمه ماكنتوش، والاوبريتنج سيستم اللي عليه اسمه كمان ماكنتوش، وبيبقى جاي معاه اصلا الاوبريتنج سيستم بتاعه. فده البرنامج، لو حابب تجيبه من هنا هاته من هنا، لو حابب تجيبه من موقع الشركه هاته من موقع الشركه، لو حابب تجيبه من اي مكان اخر على المنتديات العربيه، لو كتبت انترنت داونلود مانجر بالعربي او بالانجليزي او باي لغه هيطلع لك في النتائج عادي. ازاي نسطبه؟ طبعا انا مسطب البرنامج قبل ما اشرح، قبل ما يعني اشرح في الحديث في الفيديو ده، بسبب ان البرنامج لو سطبته هيجي يقول لي انا عايز اعمل ريبوت، اللي هو اعمل ريستارت للجهاز يعني وبتاع، فهيقطع عليا الفيديو، هقطع على الفيديو، فالفيديو مش هينفع يسيف بشكل سليم. فعشان كده اضطررت ان انا، وكان في حيله كان ممكن اعملها، بس المهم اللي حصل يعني المهم، فاحنا البرنامج مش هنسطبه، لان تسطيبه سهل جدا. اولا يعني تسطيبه سهل جدا جدا جدا، مش هتعمل حاجه خالص، هتضغط على الايقونه ديت، وبعدين هيتنيه يجي لك نيكست 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 نيكست، وبعدين في الاخر هيجي لك رساله صغيره يقول لك البرنامج ناقص ملف حجمه صغير قوي موجود على موقع الشركه، نزله ولا ما نزلوش؟ تقول له اوكي، ينزل، هيفتح البرنامج عادي جدا معاك ولا في اي مشكله. خلاص، يعني البرنامج مش صعب خالص،
تسطيبه سهل جدا زي ما سطبنا 10 برامج قبل كده، او يعني زي ما شفنا نفس، احنا ما سطبناش 10 برامج، نفس الشكل تسطيب 10 البرامج العاديه. في برامج بقى تسطيبها صعب شويه، ده لازم نسطبه، انما احنا بنتكلم دلوقتي على التسطيب العادي بتاع البرنامج الانترنت داونلود مانجر، ما فيهوش حاجه خالص. نيجي بقى البرنامج نفسه، بنلاقيه جنب الساعه في النوتيفيكيشن اريا او في السيستم تري اللي تحت ديت. طبعا انت اول ما هتسطبه هيجي لك اللغه الانجليزي. تحويل اللغه، بنحول اللغه ازاي؟ من عرض بختار اللغه، وبختار اللغه اللي انا عايزها. فهنقول مثلا انجليش، هيقول لي لازم اقفل وافتح، اقول له اوكي، هيقفل ويفتح خلاص. ده الشكل اللي بيجي لحضرتك اللي هو الانجليزي. كويس كويس جدا. احنا هنجيب العربي، وبعدين هنبقى نشوف الحاجات اللي احنا هنشرحها بالعربي، هنرجع نشوفها ان شاء الله تاني بالانجليزي. خلاص نخش بقى في شرح البرنامج. قلنا بوظيفه البرنامج هي اجراء عمليه الداونلود. يعني ايه داونلود؟ كلمه داونلود يعني ايه؟ في حاجتين، في كلمه اسمها داونلود وفي كلمه اسمها ابلود. كلمه داونلود يعني انت ما عندكش الحاجه الفلانيه عندك على الجهاز، كويس، فعايز تبقى عندك على الجهاز، فبتجيبها منين؟ من على النت. طب هو النت ده ايه؟ النت ده قلنا ان هو مجموعه كمبيوترات متصله ببعضها على مستوى العالم كله. حلو، في كمبيوترات امكانياتها اعلى من جهاز حضرتك واعلى من الاجهزه المتاحه او الشائعه، اسمها السيرفرز، اللي هي بيبقى موجود عليها مواقع الانترنت. السيرفر ده بيبقى شغال 24 ساعه خلاص. فالبرنامج بقى محطوط على كمبيوتر اللي هو اسمه السيرفر ده. لو حابين نشوف شكله ممكن نخش على صور في جوجل ونكتب سيرفر. سيرفر ده شكل كمبيوترات السيرفر، ده شكل السيرفر اهو. دي كلها اشكال ايه؟ اشكال سيرفرات واشكال حاجات متعلقه بموضوع السيرفر. فالبرنامج ده بيبقى موجود على السيرفر بحيث ان اي واحد في العالم في اي وقت يقدر يحمل البرنامج او يقدر يخش على الموقع من دون انقطاع خلاص، الا في فترات الصيانه السيرفر ده بيطفي وبيبدا يتعمل له صيانه الدوريه بتاعته. فاحنا فهمنا يعني ايه داونلود، ان احنا بنجيب البرنامج بناخد منه نسخه كوبي من السيرفر او من المكان اللي هو فيه، نحطها بيست عندنا على الجهاز، كان احنا بنعمل كوبي وبيست. بس كوبي وبيست ما بتتمش بشكل معتاد، بنعمل ايه؟ داونلود. داونلود يعني هنا كوبي وبيست، بس من غير ما نعمل بجد كوبي وبيست، احنا عمليه ما بتحصلش الحكايه دي. احنا بناخد نسخه من الملف نحطه على الجهاز بتاعنا خلاص. الابلود بقى العكس، ان البرنامج يبقى عندك او الحاجه تبقى عندك او الفيديو او الصوت او الصوره، وبعدين احطها على النت. يعني الفيديو اللي انا بكلم حضراتكم عليه بكلم حضراتكم فيه دلوقتي، انا بعد ما اخلصه هعمل له ابلود. يعني ايه ابلود؟ يعني هرفعه من عندي على الجهاز. دلوقتي الفيديو مش موجود غير في حته واحده بس عندي على الجهاز، فانا عايز اوديه للعالم كله. اديه للعالم كله ازاي؟ هرفعه على النت اخليه ابلود، فاي واحد في الدنيا عايز يحمله مالوش دعوه بالجهاز بتاعي، يعني مش هيخش على الجهاز بتاعي عشان يحمله، لا، انا رفعته على سيرفر، على كمبيوتر شغال 24 ساعه اللي هو السيرفر، اللي هو قلنا نظامه مختلف عن نظام الجهاز بتاع حضرتك. كده فهمنا يعني ايه داونلود ويعني ايه ابلود. برنامج انترنت داونلود مانجر بيحسن قوي حكايه الداونلود ازاي؟ بيعتمد برنامج داونلود مانجر على انه بيقطع الحاجه اللي هو بيحملها، يعني بيقطعها حتت صغيره فبيسهل عليه تحميل. يعني فكره مبسطه جدا يعني للي هو بيعمله. الكلام اللي انا بقوله ده مجرد تبسيط، يعني هو اللي بيتم مش بالظبط كده، بس هنفترض ان هو كده، ان هو بيقطعها حتت صغيره وبيحاول يحملها كلها في نفس الوقت. فانت لو حاجه قدامك كبيره وعايز تحركها هيبقى اصعب عليك، انما لو قطعتها حتت صغيره وحركت حته حته منهم وجزء جزء هيبقى الموضوع اسهل. هي دي نفس الفكره. طب ازاي تتم عمليه الداونلود؟ دلوقتي في نوعين من المواقع اللي انا بعمل عليها داونلود. مواقع مستقله بنفسها زي موقع اسلام ويكد او كل المواقع اللي مشهوره عندنا دي، مواقع مستقله بنفسها. دي صفحه الشيخ مشاري راشد الافاسي على موقع اسلام ويكد. فلو فرضنا المصحف المعلم، فلو فرضنا ان انا عايز اعمل عليها داونلود، بضغط على الحاجه اللي هتعملي داونلود، هلاقي انا هنا في ام بي 3 وام بي 3 كمان. ام بي 3 الاولاني لو ضغطت عليه بيقول لك اضغط هنا لاستماع الصوره بصيغه ام بي 3 لو انت عايز تسمع. طب هنا اضغط هنا لحفظ، حفظ يعني داونلود، حفظ او تحميل او تنزيل اي حاجه من الحاجات دي يعني داونلود خلاص. فانا لو ضغطت الصوره هتبدا تتحمل عندي،
هتبدا تتحط عندي على الجهاز. كويس. الار ام برضك ده نوع من انواع الامتدادات بيشغله برنامج اسمه الريال بلاير. فاضغط هنا لتشغيلها بالار ام، اضغط هنا لتشغيلها بالام بي 3. ايه الفرق قصدي تحميلها بالام بي 3 او لحفظها بالار ام؟ ايه الفرق ما بين الام بي 3 والار ام؟ الام بي 3 بيبقى مساحته اكبر وصوته انقى واحسن من الار ام، بس الار ام بيشغله برنامج تاني غير اللي بيشغل ام بي 3 او برامج تانية هو الريال بلاير، والشركة متفردة بالامتداد ده. فانت اللي يريحك ده او ده، مش شرط واحد فيهم، يعني اتنين كويسين وما فيهمش مشاكل ولا حاجه. لو ضغطنا على الام بي 3 الرمز ده او ضغطنا على الار ام اي واحد فيهم، وكمان في الصف بتاعه يعني كمان في العمود بتاعه ده كله اي واحد فيهم، نبدا نعمل داونلود هنا لصوره النبأ، هنا لصوره عبس، هنا لصوره الانفطار عادي. الفكره في ايه بقى او النقطه اللي انا عايز اوضحها؟ ان ده موقع مستقل بنفسه، الماده بتاعته موجوده على الموقع، يعني مادته موجودة في نفس المكان اللي الموقع فيه. في حاجات تانية بقى على المنتديات انا ما عنديش مساحة على النت، انا مش دافع فلوس وشايل مساحة على النت، فما بقدرش اعمل لك لينك مباشر، ده اسمه لينك مباشر، اضغط عليه يبدأ يحمل. في لينك تاني لينك غير مباشر، لما بضغط عليه بيفتح لي صفحة جديدة ابدأ احمل من عليه، يبقى ده لينك مباشر دايركت لينك، وان دايركت لينك اللي هو ايه؟ لينك غير مباشر. خلاص. اللينك الغير مباشر لو ضغطت عليه بيفتح لي صفحه جديده، يقول لي اعمل داونلود، اضغط على داونلود يقول لي استنى 30 ثانيه، ال 30 ثانيه يخلصهم اضغط يبدا يحمل، يبقى ده غير مباشر. ده بيتم على مواقع التشيرنج، في مواقع اسمها مواقع التشيرنج انا بنتكلم عليها بعدين، بس مواقع التشيرنج بشكل مبسط هي مواقع بتوفر خدمه للناس العاديه، ان هي بتقول لك هتعمل ابلود، يعني تعين الحاجات بتاعتك اللي عندك على الجهاز تحطها على النت وتوزعها على اصحابك ومعارفك والمنتديات والناس اللي انت عايز يحملوها، في مقابل ان هم هيدخلوا على الموقع بتاعي مثلا ويستنوا كذا او ما يستنوش. وبتعمل لك كمان في حاجه اسمها بريميوم اكاونت، يعني حساب بفلوس تدفع فلوس وتاخد مساحه تبدا ترفع من عليها، ويبقى متاح لك ان انت ما تستناش، يعني 30 ثانيه او دقيقه او دقيقتين اللي المفروض تستناهم ما بتستناهمش. خلاص. دي الفكره. نخش بقى في موضوع الاي دي ام عشان اتاخرنا قوي. لو ضغطنا على الام بي سي ده هتجي لنا الشاشه بتاع الاي دي ام، فهي الشاشه دي بيقول لك ان الفئات ده حاسبين ان هو ميوزك يعني صوت يعني ماشي. هيتحفظ فين؟ حفظ باسم. هتحفظ فين؟ فانا ظبطه على السي على برنامج على ديسك توب، انا ظبطه على ديسك توب. طب انا عايز اظبطه على حته ثانيه بقى، بقوم ضاغط هنا بتتفتح لي البتاع اللي انا متعود عليها النافذه بتاع السي اف اس انا متعود عليها دي، بضغط احفظه على الديسك توب او احفظه جوه ماي كمبيوتر في اي حته، انا عايز احفظه في قلبي مثلا الاي في ماي كمبيوتر، اضغط كده في الاي اقوم جاي خلاص. فانا هقوم ضاغط على الديسك توب اخليه على الديسك توب بعد واقول له سيف. كويس. وعلم هنا صح عشان ايه؟ عشان اي ملفات صوت زيه تتحط على الديسك توب برضه، كلهم مع بعض على الديسك توب على طول من غير ما انا اقول له، واقول له بدء التحميل. لو قلت له لغايه التحميل مش هيحمل، لو قلت له بدء التحميل هيبدا حالا. التحميل لاحقا واضح ان هو هيأجل عمليه التحميل، فانا اضغط على بدء التحميل. ما لاحظناش انه حمل، لا ده هو حمل بس واحنا بنتكلم كان هو خلص. لان برنامج الانترنت داونلود مانجر فيه خاصيه وميزه خطيره جدا، هو انه بيحمل اول ما تضغط قبل ما تقول له بدء التحميل. لو عملنا هنا بقى يعني هنلاقي برنامج هنلاقي الصوره موجوده عند الجهاز اهي، اكتمال كمان جاي لي في الانترنت داونلود مانجر في النافذه الرئيسيه بتاعته، اكتمال اهو في النافذه الرئيسيه اهو دي الصوره. خلاص. طب انا عايز احمل عادي، لو ضغطت على النزعات بدء التحميل اقول له نعم. لو لاحظت هتلاقي مقطع الفيديو اكتر من حته، ده ازرق ماشي مع ازرق تاني ماشي مع ازرق تالت ماشي مع ازرق رابع، بيحمل في اكتر من مكان او في اكتر من بيقسم الفيديو وبيحاول يحمله في اكتر من حته في نفس الوقت. خلاص. دي الفكره، يعني بيحمل بيقسم الفيديو حته صغيره ويحاول يحملهم كلهم مع بعض، دي فكره الانترنت داونلود مانجر. لو قلت له ايقاف هيوقف التحميل، لو قلت له اخفاء تفاصيل الحته اللي تحت ديت هتختفي، لو قلت له الغاء مش هيكمل. خلاص. انا هقول له الغاء كده، انا ما حملتش صوت النزعات ما خلصتهاش. لو ضغطت على النافذه الرئيسيه من هنا هلاقي صوت الصوره اهي واحده خلصانه اللي هي الايه اللي هي صوت النبأ، النزعات ما خلصتش. طب انا عايز اخلصها، هضغط عليها واقول له استئناف، يعني ايه؟ كمل اللي انت بداته اللي هو عمليه استكمال التحميل. لو ضغطت كليك يمين استكمال التحليل التحميل هي استئناف،
فاذا وضعت استكمال التحميل هيبدا يستكمل عمليه التحميل، عمليه الداونلود لحد ما يخلص. دي حاجه. لو جيت هنا قلت له ايقاف هنا هيوقف التحميل. طب لو انا كنت بحمل 15 20 ملف، انا هعمل استئناف 15 20 ملف مع بعض، وحبيت اعمل ايقاف ليهم كلهم مع بعض، يعني هنا في 20 ملف مثلا بحملهم مع بعض، عايز اعمل ايقاف، اقول له ايقاف الكل، بدل ما اقعد اوقف واحد واحد فيهم اقول له ايقاف الكل، يوقفهم كلهم مع بعض. خلاص اظن ممتاز جدا. ابدا اعمل استئناف بحيث الصوره تتحمل، اسيب الصوره لحد ما تتحمل خالص. عند حضرتك هيظهر خاصيه انا لغيها من عندي هنا، وهو ان هو بعد ما يعمل لك بعد ما يحمل لك البرنامج او الاشعار بتاعت احتمال تحميل عشان تظهر عندي. بعد ما يحمل لك هيفتح لك نافذه كده يقول لك ايه، انا حملت، عايز تشغل الحاجه دي ولا ما تشغلهاش. لو شفنا في صوره عبس هيبان الموضوع ده. طبعا البرنامج بيتكون عادي من الحاجات بتاعتنا العاديه، التايتل بار، المنيوز، والبوتونز. تمام، هنصعد حاجه حاجه فيهم ونصعد البرنامج كاملا ان شاء الله. اهو جاب لي بقى عمليه تم التحميل بقى اللي هو الاشعار باكتمال التحميل. فانا اقول له يقول لي فتح، يعني تفتحها عادي ولا تفتحها بواسطه برنامج معين، ولا تفتح المجلد اللي هي فيه، ولا تقفلها. فانا اقول له اقفلها، ولو ضغطت على لا تعرض هذه اللائحه ثانيه مش هتجيلي البتاعه دي تاني، النافذه دي مش هتجيلي تاني، عشان هي مثلا ممكن تكون بتضايق بعض الناس. فانا اقول له لا تعرضها، فبعد كده لما اعمل ايه، لما احمل مش هتظهر لي تاني النافذه ديت خالص. دلوقتي انا عملت دول كلهم، خلصتهم الحاجات دي كلها، انا خلصتها يعني حملتها. طب عايز يعني اتحملت خلاص، ليه انا سيبها هنا؟ فبحاول ان انا احذفه، هلاقي عندي حذف الملفات المكتمله، ده حذف الملفات المكتمله تحمل. خلاص فاضغط على ديت يقول انت عايز تحذفها من قائمه التحميلات، دي اسمها قائمه تحميلات البرنامج. اقول له يس، فهتتحذف من عندي. لو كان عندي واحد بس منهم بعلم عليه، هيجي حالا واضغط على حذف. لو هو انا عندي واحد او عايز احذف واحد واحد، بعلم على الحذف. خلاص دي ما بتحذفش غير الحاجات اللي خلصت، في حاجات ما خلصتش ما بتحذفهاش. خلاص كويس جدا. عايزين ناخد بقى، احنا عرفنا دي ودي ودي، عرفنا كل لحد هنا. خلاص في اول واحده ما عرفناهاش اللي هي اضف عنوان. اضف عنوان، اضف عنوان دي بتاع لك بتاعه ويقول لي حط لي اللينك، بس لازم يكون لينك مباشر. يعني ايه لينك مباشر؟ يعني لينك التحميل فعلا اللي هو اخره امتداد الحاجه اللي انت هتحملها. لو وقفت على دي هلاقي تحت في الستاتس بار، لو حضرتك بصيت في الستاتس بار هتلاقي عندك في الستاتس بار مكتوب عنوان طويل http://quran.islamway.com/quran3200 مش عارف ايه 78.mp3. فالحاجه دي mp3 كويس. يبقى انا لازم اخد اللينك بتاعها. طب اخده ازاي؟ كليك يمين وكوبي شورت كات. دي ده معنى كده ان انا خدت اللينك بتاعها، عملت اللينك كوبي. خلاص كويس. فاقول له ايه، اضف العنوان اهو، الاقي مضاف جاهز. قلت له حسنا، هيبدا يعمل لي داونلود زي المره الاولانيه عادي جدا. هقول له انا ايقاف مش هنحمل، واقول له الغاء الامر، وبعدين اعلم على دي واقول له حذف، هيحذف. هيقول انت عايز تحذفها فعلا؟ اقول له يس، نعم. خلاص يبقى احنا كده خدنا شويه اوبشنز مهمه جدا في الانترنت داونلود مانجر. طب فرضنا ان واحد عنده لينكات تحميل بره في قلب اي مستند زي المستند ده كده. فلو ضغطت على ضغطتين اهي وخدت كوبي، احطه فين؟ احطه في قلب اضافه عنوان، واقول له حسنا يبدا يحمل. واحد عنده شويه لينكات بيقول لك انا عايزك تدون لي اللينكات ديت، انا جايبها لك ايه بس عايزك ايه تحملها لي تحطها لي عندك على الجهاز، وانا باجي اخدها منك على فلاشه بس. خلاص فده الفكره هنا، بتاخد لينك منهم وبتحطهم في اضف ايه، اضف عنوان. بعدين نقول له ايقاف الغاء تحميل، نعلم ونقول حذف. كويس جدا.
نبدأ بقى بالمهام، الحاجات اللي فوق. احنا خلصنا لحد هنا، هنبقى ناخد الباقيين. والحاجات طبعا اللي في دايما الستاندر بوتونز، الحاجات اللي فيها بتبقى في المنيوز اللي فوق كلها، يعني المنيوز بتشمل كل حاجة. الستاندر بوتونز دي اهم الحاجات. فالمهام اضف تحميل جديد، اللي احنا كنا لسه فاتحين حالا، هي اضافة عنوان، هنقوله الغاء امر. تاني واحد اضافة دفعة تحميلات، هقول انا عايزك تضيف لي دفعة تحميلات. يعني ايه بقى دفعة تحميلات؟ يعني انا عندي شوية ملفات ورا بعض، انت لو ملاحظ هتلاقي الصورة اسمها 78، صفر 78، اللي بعدها اسمها صفر 79، اللي بعدها اسمها صفر 80. فهم من ليه مرتبينها بالترتيب ده؟ عشان لو انت عايز تعمل تحميل لمشاري للمصحف مشاري المعلم كله على بعضه مرة واحدة من غير ما تقعد على الجهاز، تقوم قايل لهم من صفر 78 لحسن مثلا لحد 100، فيبدأ يحمل لك فيهم. فالحكايه دي هتتم ازاي؟ هقول له مهام واضف دفعه تحميلات. هيقول لي استبدال النجمه. المفروض انت من الممكن اضافه مجموعه اسماء مسلسلات من قائمه الانتظار، استعمل نجمه كحرف بدل نمط اسم الفيلم. فانا هاجي هنا اهو، اقول له هنا اهو، واقوم عامل نجمتين. يبقى انا كده بقى عندي نجمتين. حلو، نجمتين اللي هي النجمه اللي هي علامه الضرب اللي موجودة عندنا، اللي هي علامة اللي هي المشهورة بتاعت نجمة دي، هتلاقيها في المكان بتاع الأرقام اللي هو الكيبورد على اليمين. فأنا حطيت نجمتين، كويس؟ هقول له ابدأ حمل لي من أول 78 لحد 99، وكل مرة ايه حجم حرف البلد البدل ده؟ فانا هحط نجمة واحدة، لان انا غلطت حطيت نجمتين. انا هحط نجمة واحدة وهقول له ابدأ حمل من اول 78 لحد مثلا 99 زي ما انا كنت عامل، خلاص. فانا هقول له ايه، شيل الرقمين اللي هم 78 اللي كانوا محطوطين هنا، شلتهم وحطيت مكانهم النجم، ماشي. وبعدين اقول له ابدا حمل من اول 78 لحد 99، كويس. هلاقي تحت النماذج، انا ببص على النماذج دي تحت عشان لو كان في اي مشكله، لو انت استخدام مصادقه، لو الموقع ده ما كانش بيحمل غير باستخدام يوزر نيم وباسورد، بحط هنا اليوزر نيم وباسورد عشان الموقع يعرف ان انا احد المشتركين عليه، خلاص. فانا دلوقتي هبدا احمل الصور من اول الصوره 78 لحد الصوره 99، كويس. فده هيوفر عليا ان انا ايه، قاعد على الجهاز قاعد احمل الصوره، بعد ما تخلص احمل اللي بعدها، بعد ما تخلص احمل اللي بعدها، بعد ما تخلص، فلاقي نفسي قعدت على الجهاز ساعتين. انما هنا هسيب الجهاز مفتوح ساعتين واروح اعمل اي حاجه وارجع الاقي الجهاز خلص داونلود. فانا هعلم على ده كده واقول له ايه، حسنا. شوف بقى ايه اللي هيحصل، هيجيب لي قايمه بالصور اللي انت هتحملها او بالحاجات اللي انت هتحملها. اول ما انا اقول له حسنا يبدا يحمل. لو قلت له حسنا كده، شوف كلهم اتحطوا في الايه، في قلب القايمه بتاعت الانترنت داونلود مانجر في ثانيه واحده. طب انا دلوقتي هعمل ايه، ما دام اتحطوا في قلب الانترنت داونلود مانجر، دلوقتي انا عايز احمله. هبدا واحد فيهم، اتك عليه كليك يمين اقول له استكمال التحميل، يتحمل. ده حل ان انا احمله بالشكل ده. في حل تاني بقى، ان انا اعمل لهم عمليه جدوله. انا عندي الحاجات مرصوصه، اعمل لهم عمليه جدوله. يعني ايه جدوله؟ يعني حمل لي مثلا واحد، وبعدين بعد ما تخلصه حمل اللي بعديه، او حمل واحد تاني، حمل واحد بعد ما يخلص حمل اللي بعديه، بعد ما يخلص حمل اللي بعديه، فبيبدل او بيجيب اللي بعديه اوتوماتيك. فدي عمليه الجدوله. الجدوله دي ممكن بدل ما احمل واحد واحد، انا سرعه النت عندي عاليه فمحمل 3 3 4 4، هقول له انا جدوله. واقول له الملفات في قائمه الانتظار اهي. هو هنا بيحمل ايه، كان كاتب اربعه، انا اقول له لا حمل واحد واحد، واقول له البدء الايه. بيحمل برضك اربعه اربعه. هقول له تطبيق، واقول له البدء الان. اقول له اغلق اهو كده، بيحمل واحد واحد. التطبيق دي اللي هي ابلاي، لازم اضغط على تطبيق عشان الموضوع بتاع الواحد ده يتنفذ، وبعدين اقول له البدء الان. كده هيبدا يحمل لي واحد واحد من الملفات دي. بمعنى ان اول ما 78 ده يخلص، طبعا هو حط بعد 78 اتنين عشان يقول ان انت محمله قبل كده، يعني
فانا هحمله ده للمره التانيه، ده قصده. المهم اول ما 78 يخلص هخش في 79 80 81، او ممكن ما يحملهمش بالترتيب يعني عادي، ممكن يحملهم بمزاجه كده يختار عشوائي ويحمل عادي، بس المهم ان هو يحمل. ادي الموضوع سهل جدا، قدرت احمل ال 1000 قصدي ال 114 سوره بتوع القران او تسجيلات شيخ قد تصل ل 1000 سوره مثلا، ل 1000 قصدي 1000 محاضره في ثانيه واحده. حطيتهم في قائمه اهو زي ما احنا شايفين، خلص الاولاني دخل في اللي بعديه لوحده من غير ما نعمل له حاجه. فانا اقدر اسيب الجهاز يدون 3 4 10 ساعات من غير ما اكون قاعد عليه، والانترنت داونلود مانجر اسمه ايه؟ مدير داونلود الانترنت، يعني مدير التحميل من على الانترنت. فهو مدير بينسق مع نفسه وبينسق مع ملفاته وبيظبط الدنيا من غير ما نعمل اي حاجه، بس انا بظبطه بس زي ما شفنا عمليه الجدوله اللي انا قلت عليها. خلاص دي اول حاجه عرفناها في الجدول. بعد كده اقول له وقف، ان احنا مش هنكمل موضوع الجدول ده. هاجي بعد كده الاقي في حاجه خاصيه مهمه برضو، تشغيل اداه امساك المواقع. لو ضغطنا عليها تشغيل اداه امساك المواقع، ايه اداه امساك المواقع؟ طبعا هو مش هي وقفت انا واحد دخل هو في اللي بعدي، فانا هاجي كده اقول له ايقاف من هنا، لازم اقول له ايقاف من هنا واغلاق، ساعتها بس يصدق ان انا مش عايز احمل الباقيين. ضغطت انا على مهام وجبت تشغيل اداه امساك المواقع. ايه بقى اداه امساك المواقع؟ اداه امساك المواقع يعني ان لو انا عايز احمل موقع مثلا ضخم او موقع كبير وعايز احمله كله، او موقع مهم بالنسبه لي عايز احمله كله بصفحاته بفايلاته بالصوت اللي عليه بالفيديوهات بكل اللي عليه، كويس؟ دي حاجه. تاني حاجه لو انا عايز احمل الصوت بس، كل الصوت او كل الحاجات الصوتيات اللي على مثلا موقع اسلام واي، لو انا عايز احمل كل الحاجات المرئيات اللي على موقع اسلام واي، لو انا عايز احمل كل الفلاشات على موقع اسلام واي مره واحده من غير ما اتعب نفسي ومن غير ما اقعد ادور عليه. فبتساعدني في الحكايه دي اداه امساك الموقع. بقوم عامل بروجكت اللي هو مسميه بروجكت رقم واحد، ده ما بلعبش فيه يعني، بس لازم يبقى له اسم. هو المشروع اللي انت عامله اسمه مشروع رقم واحد اللي هو بروجكت واحد، وبعدين بكتب اسم الموقع مثلا هقول له هنا www.islamway.com www.islamway.com. قالب المشروع اعدادات مخصصه، يعني انت عايز تقلب المشروع او التمبلت بتاع المشروع يبقى ازاي؟ عايز كل صور الموقع ولا ملفات الصوت من صفحه البدايه وبعد مستوى واحد، ولا كل ملفات الفيديو، ولا كل المواقع كل الموقع ما عدا صفحات الويب، ولا كامل الموقع، ولا كامل صفحه البدايه مع كافه الصور المتنصيه. بختار بقى الحاجه اللي انا عايزها، اقول له مثلا كامل الموقع، انا عايز احمل الموقع من اول لاخر. استخدام المصادقه ده لو ايه؟ لو انا عندي الموقع ده لازم لما تيجي تخش له تخش له من بيوزر نيم وباسورد. خلاص بعد كده اقول له تالي. عندي بقى ثلاث حاجات لما اجي احفظ، احفظ كل ملف الى مجلد حسب فئته، يعني نحط الحاجات الصوت مع بعضها والصور مع بعضها والصفحات النت مع بعضها والفيديو لوحده، ولا كل الملفات الى فئه واحده، كل الملفات احطها مع بعض في عام مثلا، او احطها مع بعض في ميوزك، او احطها مع بعض في فيديو حسب ما انا عايز، ولا كل الملفات الى مجلد واحد، احطهم كلهم في الحته اللي انت هتقول لي عليها اللي هي الديسكتوب هنا. اعلم كده واقول له ايه ديسكتوب مثلا، واقول له اوكي خلاص، فكده هحطهم كلهم في ديسكتوب. دي حاجه. بعد كده اقول له ايه تالي. في هذه الخطوه يجب ان تعلم ما هي صفحات الويب المراد استكشافها. بمعنى ان انت بتقول انا هحمل لك كامل الموقع، بس مش شرط ان انا قلت كامل الموقع. كامل الموقع ده يعني كل الملفات اللي في الموقع، بس مش شرط ان انا احمله كله. يعني ايه؟ لو دخلنا وجبنا رسام بس عشان يوضح الصوره اللي انا عايز اقولها، الموقع ده عباره عن مستويات، او اي حاجه في الدنيا مش موقع بس، اي حاجه في الدنيا عباره عن مستويات. فانا عندي المستوى الاول اللي هو الصفحه الرئيسيه بتاع الموقع، اهي دي الصفحه الرئيسيه. من الصفحة الرئيسية دي في صفح كتير تانية، ادي 1 2 3 4 5 اللي هي الصفحات اللي على الاسلام واي، دي صفحة القرآن، دي صفحة الدروس والخطب، دي صفحة الفلاشات، دي صفحة المرئيات والفيديوهات، دي صفحة الأناشيد، كويس؟ لو أنا جيت وشفت دول كام مستوى هلاقي إن ده مستوى واحد وده مستوى اتنين، فأنا هحمل الحاجات اللي في مستوى واحد واللي في مستوى اتنين. خلاص
بس انا، ما هل معنى كده ان انا احمل هنا ده صفحة القرآن، هل معنى كده ان انا احمل القرآن بتاع كل الشيوخ؟ لا، لان انا دلوقتي بحمل مستوى 2 بس. يعني ايه؟ يعني هنا يحمل لي الصفحة الرئيسية شكلها وفلاشاتها وكل الحاجات اللي موجودة فيه، هنا يحمل لي اسامي الشيوخ اللي ممكن اعمل لهم داونلود او ممكن اعمل مصحفهم داونلود. قد يكون بعض الناس يكون محتاجة كده. في مستوى 3 بقى، اللي هو بقى تحت هلاقي ايه؟ كل الشيوخ اللي موجودين على اسلام واي، الاقي مئات شيوخ او مئات الناس اللي انا ممكن اعمل لهم ايه؟ داونلود. ففي المستوى 3. مستوى 4 ان انا اخش على شيخ شيخ من هؤلاء الشيوخ وابدا احمل الحاجات اللي عليه اعملها داونلود، خلاص. فتبدا التفريعات دي، فانا بلاقي الموقع الواحد ممكن يوصل ل 10 مستويات، 20 مستوى، 100 مستوى، خلاص. فالموقع الواحد ممكن يوصل لمستويات كتيره جدا. فانت هل انت عايز تحمل كامل الموقع بكل المستويات اللي فيه، استكشاف كامل الموقع يعني كده بكل المستويات اللي فيه، ولا انت عايز مستوى معين؟ هنا مثلا مستوى ضمن قاعده الموقع 2، كويس. بس ممكن تقول انت لا 10 بقى، كان 2 او 1 او 5 او 100 زي ما انت عايز. طب في حاجه، كل موقع في الدنيا مش موجود لوحده في النت كده، كل موقع في الدنيا موجود معاه مواقع تانية فهو مربوط بيهم. يعني ده مثلا موقع اسلام واي، كويس، مربوط بموقع تاني مثلا لغة العصر، مش عارف لسه بيعملوا اعلانات لغة العصر ولا، بس في موقع تاني هم عاملين له اعلان، او مش لغة العصر، اسمه ايه، جريدة العصر او مجلة العصر، حاجة زي كده. المهم فان هم مربوطين بموقع تالت اسلام واي عامل له اعلان. انا افرض مثلا اسلام واي واسلام واي بيتعاونوا مع بعض، الشبكة الإسلامية وطريق الإسلام اتعاونوا معاها، وموقع تاني، فدي ده الموقع نفسه، إنما دي مواقع أخرى. فهو بيقول لي أنت عايز تخش كمان في إنك تعمل داونلود على مواقع تانية؟ فأقول له إيه؟ من هنا أختار 2 3 4 10 زي ما أنا عايز، ماشي؟ تجاهل النوافذ المنبثقة اللي هي الإيه، البوب أب ويندوز اللي إحنا قلنا عليها، اللي هي النوافذ الإعلانية أو النوافذ اللي بتطلع، ما بفتح صفحة ألاقي صفحتين تلاتة اتفتحوا معاها، دولت إيه؟ دي النوافذ المنبثقة اللي هي مرتبطة بصفحات تانية، أول ما تفتح الصفحة تتفتح هي رغم إن أنت ما فتحتهاش، خلاص. بعد كده أقول له التالي، تحميل الملفات التالية. أنت عايز كل الملفات ولا عايز إيه؟ ففي بيقول لي لا، ده أنت ممكن تحمل الصور بس، الفيديو بس، الصوت بس، البي دي إف بس، الإي إكس إي اللي هي البرامج أو الحاجات اللي موجودة أو الملفات التنفيذية، الملفات التنفيذية اللي موجودة على الموقع المضغوطة بس، اللي هي ملفات اللي امتدادها زد اي بي، خلاص. كامل الموقع يعني كل حاجة من اول الستارت بيج، من اول صفحة البداية والصفحة الرئيسية لحد ما انت عايز، خلاص. فانا اقول له كل الملفات، انت احمل الملفات ده اضافة مرشح، هلاقي فيه ايه؟ ملفات الصور ومحتويات الويب. يعني مثلا لو انا هنا عايز احمل كل الحاجات ديت، بس عدم تحميل بقى تحت اي حاجه من الحاجات اللي موجوده دي، ملفات الصور ومحتويات الويب، لو انا عايز احمل كل حاجه ما عدا دول، اللي فوق تحميل، اللي تحت عدم تحميل، يعني فوق انا عايز احمله واللي تحت مش عايز احمله، فانا اقول له اسيب كل حاجه. تالي هيبدا بقى يستكشف لي في الموقع، هيقعد كتير قوي يستكشف في الموقع، لان انا قلت له احمل، انا يشوف هو دلوقتي مستكشف كام ملف، اهو 166، ده لسه دوت 166 دوت هيتصاعدوا كمان، خلاص. هيتنهم 175، هيتنهم يزيد ويزيد ويزيد ويزيد. لو انا كنت بقول له حمل الموقع كله، هلاقي الموقع عليه ملفات بالالوف، ماشي، بالالوف، وقد تصل للملايين. يعني مثلا لو جيت عملت الحركه ديت مثلا مع موقع زي اليوتيوب، اليوتيوب عليه ملايين الفيديوهات، بعض مواقع الاسلاميات كمان هلاقي عليها ملايين، فالموضوع ضخم جدا، فده يحتاج سرعه انترنت خرافيه اصلا، ويحتاج موضوع ضخم قوي. فانت بتختار على قد ما انت عايز، تكون مراعي انك هتحمل على قد ما انت محتاج. احنا كده لحد دلوقتي احنا ما حملناش، لحد دلوقتي احنا بنقول له دور لنا على الملفات الاول، اعرف اساميهم اللي بينطبق عليها الصوت اللي احنا ظبطناه، انما احنا لسه ما حملناش حاجه. شوف انا معلم قدامه صح، ماشي. بعد ما معلم صح باجي هنا تاشير كل الملفات، يعني علمنا كل الملفات صح، عدم تاشير كل الملفات، هنا ايه؟ ايقاف تحميل الملفات المؤشره، يعني الملفات اللي عليها صح ديت ما نحملهاش، تمام. لو ضغطت عليها يبقى هو يوقف، لو رجعت ضغط على اللي جنبها اللي هي تحميل الملفات المؤشره، يعني يبدا يحمل تاني، خلاص. يبقى دلوقتي بحمل، يعني ايه بحمل؟ الاول بعرف اساميهم وابدا احمل فيهم واحده واحده، سنه سنه، تمام. لو نزلت الاقي شويه ايه، شويه اعمل لهم اكتمال، وفي شويه اصلا هو ما عارفش اساميهم، يعني الشويه اللي فوق الحاله، بص في الحاله
الاقي فيه في الحاله حاجات اعمل لها اكتمال اهو، وفي حاجات لسه بتتحمل اهو لسه شغال خلاص. طبعا اللي مش بيتعلم عليهم صح دلوقتي هو مش هعملهم، فلازم انا ابدا اعلم عليهم صح. هو بيعلم عليهم صح تلقائي لانه لسه ما وصلهمش اصلا، انما لو وقف او ما عادش بيعلم عليهم صح انت لازم تعلم عليهم صح كلهم وتبدا تحمل. ده كده بدا يحمل الملف. طبعا انا اقول له اغلاق تحفظ مشروع عادات الامساك. انت عايز تحفظ المشروع ده بحيث انك تنفذه في وقت تاني ولا حاجه؟ اقول له نو. حذف الملفات المؤقته، يعني طب الحاجات اللي احنا عملناها ده ما دام المشروع اتلغى الحاجات دي ملهاش لازمه، فابدا ايه ابدا احذفها. هنلاقي بص هنفاجئ بان صفحات من الاسلام وهي بقت عندنا على الجهاز اهي. انا خليته يحفظها على ديسك توب، والديسك توب من اسوأ الاماكن ان انا احفظ عليها. هنا بقى انا كان لازم لما اجي احفظ، شوف ده اللوجو بتاع اسلام وهي اهو، المكان المناسب ان انا كنت اعمل لهم نيو فولدر واقول له على الديسك توب مثلا او في قلب اي بارتيشن من البارتيشنات واقول له سيفهم عليه. انما هنا انا حذفت على الديسك توب، ازاي احط الاف الحاجات على الديسك توب؟ فده من اسوأ الاماكن لو انت بتسيف موقع كامل تسيفه على الديسك توب، انما انت المفروض تسيفه على ايه؟ على في قلب فولدر معين عندك على الجهاز، ويكون عندك مساحه فاضيه طبعا في قلب البارتيشن ده. يعني لو السي عندك فاضي حطهم على الديسك توب ماشي، لو السي مش فاضي او السي في برامج السي في برامج كتير مسطبه انقله بقى حطه في حته تانيه غير الديسك توب. طبعا انا هحذف كل الحاجات ديت، دولت شوية الملفات اللي هو حذفهم اللي 47، يعني حوالي 50 ملف ولا حاجة هو اللي ايه اللي سيفهم، شوية الملفات اللي هو سيفهم. انما طبعا ايه لو كنت استمريت كان هيسيف لي بكميات كبيرة، وطبعا هيقعد هياخد وقت براحته بقى، يعني هيقعد لو قعد ايام ما تقولوش انت بتعمل ايه، لو سرعة النت عندك بطيء، وطول ما سرعة النت طبعا تزيد كل ما هيعمل العملية ديت بسرعة. ما احنا عرفنا ازاي نعمل مشروع وازاي نحمله. عد منطقة الاسقاط. ايه بقى منطقة الاسقاط؟ منطقة الاسقاط ديت انت لما بتخش سوبر ماركت بيديك سلة او اي مكان بتعمل فيه تسوق، مكان كبير يعني مول او اي حاجة من الحاجات دي، ممكن تخش يديك سلة ويقول لك ايه طب لم الحاجات اللي انت عايز تاخدها في قلب السلة ديت بدل ما تقعد تشيله بتاع. فدي منطقة الاسقاط نفس الحكاية. فاقول له عرض منطقة الاسقاط بتظهر لي تحت كده اهي، رمز السلة حتى موجود اهو. طب انا بعمل بيها ايه؟ بحط فيها الفايلات اللي انا عايز اعملها داونلود، اقوم ماسك الفايل ساحبه كده اهو، ادي الفايل اهو انا عايز اعمل داونلود ده، بدل ما اضغط عليه اقوم ضغط ضغطه وساحبه حطه في قلب البتاع، يقول لي انت عايز تحمله، اقول له ابدا التحميل، يبدا يحمل. طب اللي بعده كده. فبلاحظ ان انا ممكن اسحب فايلات كتير، شوف زي ما انا بسحب دلوقتي اهو من كل مكان ابدا اسحب، وممكن اخش في صفحه تانيه، ممكن اكون فاتح ثلاث اربع خمس مواقع مع بعض اعمل الحكايه دي. لو انا عندي سرعه النت عاليه هيساعدني الموضوع ده قوي، هيساعدني الموضوع ده قوي في ان انا احمل. طبعا اسلام واي او بعض المواقع بيبدا لما انت تحمل من عليه ملفات كتير ملفات كتير يجي يقول لك لا ما في خطا حصل. اول ما يقول لك خطا حصل تعرف ان انت ايه السيرفر بتاعه حس انك بتحمل ملفات كتير، فايه فقال لك ده في خطا حصل. خلاص كويس جدا. عرفنا كمان منطقة الإسقاط، ودي خاصية مهمة جدا لبعض الناس إنك تسحب وتحط تسحب وتحط تسحب وتحط وتسحب عشرات الملفات. الملفات ديت أنا اكتشفت إن أنا هقول له حذف الملفات المكتملة، هيحذف لي الحاجات اللي اتعمل لها داونلود خلاص، الباقي ده كله ما اتعملوش داونلود. في واحد مكتوب في الحالة بتاعته خطأ، يعني ده جينا نعمله داونلود حصل فيه خطأ، ممكن أجي أعمله داونلود دلوقتي ما حصلش خطأ ولا حاجة، يعني هو حصل خطأ في مرة ممكن بعدها ما يحصلش، وممكن يحصل طبعا. اكتشفت ان الملفات دي كلها انا مش فاضي ان انا احملها وعايز اديهم لواحد صاحبي، فقلت له انا هسيفهم لك على تكست فايل على ملف نوت باد صغير كده واجيبهم لك وانا جاي. فسيفهم له زي انا حطيتهم كلهم موجودين عندي هنا، فاقول له مهام تصدير، تصدير الى ملف البرنامج. لو انت عايز تسيفه في ملف برنامج او انت عايز تسيفه في ملف للبرنامج او ملف نصي، خلاص هنسيبه الاول من ملف البرنامج. تصدير قائمه انتظار التحميل، اقول له حسن اهو ملف البرنامج امتداده ايه دوت اي اف اي 2، فانا اقول له قايل له مثلا ده واحد، واقوم خارج مسيفه على الديسكتوب واقول له سيف اهو ده ملف البرنامج. يبقى كده سيفه على ملف البرنامج. لو ضغطت عليه ضغطتين يقول لي افتحه بايه،
اقول له استيراد من هنا، اقول له استيراد من ملف البرنامج، فانا اعمل له استيراد بقى هنا اهو، يقول لي حسنا هو نفس الحاجات، اقول له حسنا، الغى الامر الغى الامر الغى الامر الغى الامر ده كله، لان هو بدأ يعمله داونلود وانا ما قلت له، وانا ما خدتش بالي خلاص. فانا اقول له وقف، ايقاف الكل لو في حاجه بتعمل، او اعمل لها ايقاف الكل على طول عشان اوقف موضوع الداونلود. يبقى انا كده عرفت ازاي سيفه في ملف للبرنامج، وبعدين بعد ما اعمل له تصدير اخده عند صاحبي، صاحبي يعمل له استيراد. في حاجه تانيه بقى، ان انا سيفه في ملف نص اللي هو تكست فايل، فاقول له تصديق قائمه التحميل، اقول له اه هتسيفها فين، اقول له مثلا في 121، اقول له سيف، هلاقي كل اللينكات بقى اللي انا عندي ده، داونلود دوت اسلام دوت قران دوت اسلام ويه. هتشوف بقى الارقام هنا 86 87 88، كل الحاجات دي اتسيفت هنا عندي بحيث ان يسهل تحميلها. بعد كده اقوم عامل له استيراد عند صاحبي او عند اي حد تاني، او ممكن انا اعمل له استيراد بعد كده يعني عندي على الجهاز، ما عايز احمل الحاجات دي بكره، او عايز احملها بعده، او هسيبها لاخويا يحملها لي، اي حاجه من الحاجات دي. خلاص بعد كده خروج، هيحمل لي هيقفل لي البرنامج ويبقى خرج لي منه. طبعا احنا وصلنا في الفيديو ل 40 دقيقة، وانا شايف ان 40 دقيقة كتير، فهقسم الفيديو نصين، يعني اشعر داونلود مانجر على نصين، فنستوقفكم لحد دلوقتي بس في الجزء الاول، توقف معاكم هنا، وان شاء الله نكمل في الجزء الثاني من شرح الانترنت داونلود مانجر. ارجو ان انتم تكونوا قد استفدتوا بالجزء الاول، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.